يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وفقره جديده من فقره الرياضه. انا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم. اليوم بتمنى الكل يكون حضر اللي قلنا لكم عنه على الفيسبوك من امبارح. اليوم حلقتنا رح تكون باستخدام الاوزان لكل عضلات الجسم، باستخدام قلنا لكم تحضروا لنا شناتي وتحطوا فيها رمل او حجار او اي نوع من انواع الوزن. هلا احنا شناتينا اليوم زي ما انتم شايفين عم نستعمل اشياء جدا عاديه موجوده باي بيت متوفره، حطينا جواتهم رمل. شنطتي بتيجي تقريبا بين 7 و8 كيلو، وسعد رح يشاركنا اليوم ورح يكون حامل تقريبا بين 15 و16 كيلو. رح نبلش احماء بسيط، ناخذ ايدينا للخلف وبعدين لقدام، كمان مره ناخذهم للخلف ولقدام. هلا بدي اياكم تحاولوا تضل مخليين راسكم مرفوع طول الوقت والنفس ثابت، نضلنا نتنفس لجوا من الانف ونطلع لبرا من التم. اخر اثنين واخر وحده، سوينج من جهه لجهه، نرفع الكعب عن الارض من اليمين للشمال. هلا المفروض الاحماء يكون اطول من هيك، ناخذ ايد لفوق، بس بدنا نحاول نستغل الوقت نورجيكم اكثر عدد ممكن من التمارين. اخر اربعه، ثلاثه، اثنين، واحد. اوكي، اول تمرين قلنا انزلوا باجريكم، اثنوا ركبكم. رح ناخذ الشنطة لفوق نرفعها لعند صدرنا، لما نرجع لتحت بدياكم تقعدوا لورا، ارجعوا اقعدوا سكوات، نزلوه على الارض شوي شوي. نفس التمرين كمان مرة، نرجع نرفعها لفوق لعند صدرنا ونرجع ننزل شوي شوي، ننزل سكوات بإجرينا كمان مرة. جود، رح نعمل كمان أربعة من هدول، ننزل بإجرينا لتحت. ممتاز، ثلاثة، نرجع نقعد لورا، نقعد بالكرسي تبعنا، كمان اثنين هون. ممتاز، وآخر وحدة. جود، خليكم هون، ريحوا لي الشنطة على كتفكم، رح نقعد لورا، نقعد لورا سكوات ونقلبها للجهة الثانية. جود، كمان مرة هون، نقعد سكوات نقلبها للجهة الثانية. هلا على طول رح تحسوا هذا التمرين بعضلات كتافكم وإيديكم. جود، أربعة هون، ثلاثة، ممتاز، اثنين، وآخر وحدة هون. حنضلنا تحت، ريحوها بين إيديكم، اقعدوا لتحت. هلا عم ننزل سكوات عادي، بس باستخدام وزن زيادة رح نتعب أكثر، نشغل عضلات أكثر. ما ننسى نتنفس هون، آخر ثمانية. جود، أربعة، ثلاثة، اثنين، اطلع لفوق شوي شوي، رح نشغل عضلات الإيدين البايسبس. نطلع وننزل، بدياكم تحاولوا تفردوا إيدكم لتحت قد ما بتقدروا. رح نحاول نمشي شوي شوي، لأنه دائما لما نتدرب تدريب فيه وزن زيادة بيهمنا الأمان قبل أي شيء تاني. كمان أربعة، ثلاثة، اثنين، خليكم هون بالنص، رح ناخذ كوعنا للأمام، نحاول نضغطهم للأمام. Good. آخر ثمانية هون لقدام، ثمانية، سبعة، ستة، ونضلنا نتنفس، أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. أوكي، من هون رح ناخدها نريحها على الجهة اليمين، خليكم ماسكينها، رح نحاول نخلي إجرينا مفرودين، بس إذا بتحسوا كتير شد بالعضلات الخلفية للإجرين اتنوا ركبكم شوي شوي شوي، نخليها تلمس الأرض، نرجع نطلع شوي شوي للجهة الثانية، الظهر مستقيم والمعدة مشدودة لجوا. هلا كل مرة تنزلوا تحت بدي اياكم تطلعوا النفس لبرا، لما نرجع للنص ناخذ نفس كبير لجوا، خلي صدركم مفتوح، ما تخلوا كتافكم ينزلوا معكم. اخر اربعة، ثلاثة، اثنين، واخر وحدة. اوكي، خليكم من النص هون،
هلا رح نعمل سوينج زي المرجحة، رح نمرجح الشنطة من تحت لفوق. ما بدي ايديكم يرتفعوا عن مستوى كتافكم، خليكم على نفس هذا المستوى. لما نطلع لفوق بدنا نشد كل العضلات الخلفية بجسمنا، نخلي معدتنا لجوا مشان نحافظ على ظهرنا. آخر 8 هون. Good. 4 3 2 وآخر واحدة. أوكي، رح ناخد شنطتنا لفوق بين إيدينا. رح أعطيكم خيالين لهذا التمرين، ممكن ترفعوا فوق راسكم زي ساعد أو تضلكم معي هون وحملينه عند إيديكم. رح ناخد لانج للجانب ونرجع هون. هلا بدي اياكم تقعدوا لورا، اجر رح تنتني والثانية رح تنفرد. رح نعمل كمان 4 هون. هذا التمرين للعضلات الداخلية للإجرين. آخر 8 هون و7. إذا بتتعبوا ريحوا الشنطة بين إيديكم. وآخر 4 3 2 آخر واحدة هون. alright، رح نرجع لانج لورا. رح ناخد إجر، نبلش بالإجر اليمين ناخدها لورا ورح تمشي الشنطة بعكس الاتجاه. حاولوا تكبروا المسافة بين إجريكم قد ما بتقدروا، خدوها للاتجاه العكس وبعدين بدلوا. Good. فهون عم نشتغل على العضلات الكبيرة للإجرين الأمامية والخلفية، وبنفس الوقت لما نعمل دوران بالخصر عم نشتغل على العضلات المركزية للجسم. Good. 2 وآخر واحدة. أوكي، ريحوا لي حالكم هون، رح ننزل على الأرض نعمل تمارين معدة باستخدام الوزن تبعنا. أول تمرين إلنا رح نثبت الشنطة على منطقة البطن أو الحوض زي ما بدكم، نتني إجرينا ونحط إيدينا ورا ظهرنا. بدياكم تبلشوا وكتافكم شوي متنين، ما تفردوهم كامل. رح نرفع الحوض عن الأرض، وهلأ هون بدياكم تنزلوا بإيديكم. alright، ننزل ونطلع. ممتاز، التانية بالإيدين أول وباقي جسمنا بيلحق. كمان 8 هون. هلأ إذا بدكم تصعبوا هذا التمرين ممكن تفردوا إجريكم لقدام. Good. 4 3 2 وآخر واحدة. alright، نعمل سيت أب عادية دائما بنشوفها ودائما متعودين عليها، بس كثير منا بيكون عندنا المشكلة إجرينا بيرتفعوا عن الأرض ما بنقدر نقوم لفوق. هنحط الوزن على إجرينا، نقعد لورا ونحاول نقوم لفوق على الآخر. نرجع نطلع، نحط إيدينا ورا راسنا، نحمي راسنا ورقبتنا. لما نطلع لفوق نطلع نفس كبير لجوا، نفضي كل الهواء من المعدة والرئتين، ولما ننزل لتحت ناخذ نفس لجوا. Good. 4 3 آخر 2 وآخر واحدة. خليكم هون، ريحوا حالكم على كواعكم، بس رح نرفع أصابع إجرينا وننزلهم لتحت. هلأ هنحس بهذا التمرين بالعضلات الأمامية للإجرين من الركبة للكاحل. إيش بنستفيد؟ بنقوي العضلة اللي رابطة الكاحل، مفصل الكاحل بالركبة. كمان 8 هون، 7 6 5 آخر 4 3 بس المشط عم بيرفع وبينزل، 2 وآخر واحدة. ممتاز. هلأ من هون رح نيجي على جنبنا، ناخد الشنطة معانا، نتني ركبنا ونخلي كوعنا تحت كتفنا بالضبط. هلأ حاولوا تثبتوا على الحوض أو أي منطقة مريحة إلكم. رح نرفع الحوض عن الأرض لفوق، ننزل لتحت، لفوق ولتحت. برضو ما ننسى نتنفس هون.
هلا الخيار الأصعب من هيك نمد إجرينا. آخر أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر واحدة. هون رح نقلب على الجهة الثانية. الركب متنيين فوق بعض، جسمنا بخط مستقيم واحد، والكوع تحت الكتف. رح نطلع لفوق لفوق وننزل. ورجوني ثمانية على هاي الجهة، شدوني معدتكم لجوا، اضغطوا السرة باتجاه العمود الفقري. آخر اثنين وآخر واحدة، ممتاز. نرجع على ظهرنا، اجر متنية واجر ممدودة. هلا الاجر الممدودة نفس الايد مفرودة على الارض، بدياكم تضغطوا اجركم على الارض، تحاولوا ترفعوا الحوض لفوق لتحت. خلي الاجر الثانية ثابتة على الارض. آخر أربعة هون، ثلاثة، اثنين، وآخر واحدة. نقلب على الجهة الثانية، واحدة متنية وواحدة مفرودة ورانا، نرفع الحوض عن الأرض، نطلع وننزل. وآخر أربعة هون، أربعة، ثلاثة، اثنين. أوكي، رح نشتغل شوي على العضلات الخلفية للظهر. هلا رح يشتغل معكم سعد، يقلب على بطنه. هذا التمرين نفسه ممكن تعملوه بدون وزن، نرفع ايدينا واجرينا عن الارض ونظرنا لتحت، او ممكن تعملوه باستخدام الوزن. اثبتوا اي شيء فوق ظهركم، تحاولوا تطلعوا وتنزلوا، ارفعوا اجريكم وصدركم عن الارض قد ما بتقدروا. اخر اربعه، اربعه، ثلاثة، وبدياكم تحسوا الضغط بالعضلات الخلفية للظهر. وآخر واحدة، ممتاز. هلأ من هون رح نريح، نطلع لفوق شوي شوي، نعمل شوية ستريتشنج، ناخد إيدنا قدامنا ونفس الإيد نرفعها لفوق، ناخد كونا ورا راسنا. ارفعوا لي دقنكم لفوق، حاولوا تخلوا نظركم للأمام، ما تطلعوا لتحت على الأرض. نبدل الجهة الثانية وناخد ايدنا قدام صدرنا. هلا بدي اياكم تثنوا ركبكم، تثبتوا ايديكم ورا الركبه، تحاولوا تعملوا دوران بظهركم. ريحوا كل العضلات الصغيره والكبيره اللي موجودين بجنبكم. نبدل الجهه الثانيه. ناخد اجر لفوق، نسكر ركبنا على بعض، نحاول نضغط الحوض للامام ونحس بالاطاله بالعضله الاماميه للفخذ. نبدل الجهه الثانيه. جود، ياكم ترفعوا اجريكم لفوق قد ما بتقدروا، تاخذوا نفس كبير لجوا، ورح نريح كتافنا، خذوهم دائره للخلف. ونفس الاشي للامام، حاولوا تخلوا اكتافكم يوصلوا لعند دنيكم. ممتاز، ناخذ ايد للجنب. نبدل على الجهه الثانيه. هلا اقعدوا لي لورا، حاولوا تنزلوا لتحت قد ما بتقدروا، ولاقوا منطقه مريحه لكم، بدياكم تحطوا كوعكم بالمنطقة الداخلية للركبة وتحاولوا تضغطوا الركب لبرا. ريحوا العضلات الداخلية للإجرين. إذا مو مرتاحين تقدروا تطلعوا لفوق شوي أو تنزلوا لتحت أكثر. نطلع لفوق شوي شوي، نسكر إجرين على بعض، نعمل أكس بإيدينا، ثبتوا إيديكم على إجريكم، اطلع لفوق شوي شوي. جود، رح نطلع لفوق، ناخذ نفس كبير لجوا، نطلع على اصابع اجرينا، ولما ننزل لتحت طلعوا النفس لبرا. كمان مرة، نطلع لفوق، ناخذ نفس كبير لجوا، ونرجع ننزل. لما تاخذوا النفس لفوق بدياكم تحبسوه بس لكم من ثانية، بعدين طلعوا لبرا، تلمسوا اصابع اجريكم. كمان مرة،
ممتاز، نطلع لفوق نريح راسنا لجهة ونبدل. حطوا كل وزن إيديكم على راسكم من الخلف، نزلوا راسكم للأمام، إيدينا على كتافنا، نعمل دائرة كبيرة بإيدينا، نحاول نخلي كوعنا يلمسوا بعض كل مرة. أربعة هون، ثلاثة، جود، اثنين، ونقلبها للأمام. آخر أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر واحدة هون، ممتاز. نرجع ناخذ نفس كبير لجوا، طلعوا لبرا، كمان مرة ناخذ نفس كبير لجوا ونرجع نطلعوا لبرا. هلا من محلكم ريحوا حالكم على جهة، إجن متنية والثانية ممدودة، حاولوا تنزلوا وتقعدوا لورا قد ما بتقدروا، رح تحسوا فيها بالإجن الممدودة. نبدل، كل ستريتش بدي اياكم تضلكم فيه تقريبا ما بين 30 وال 40 ثانية، حتى لو احنا ما ضلينا حاولوا تستمروا فيه. نطلع لفوق، ايدينا ورا ظهرنا، نفتح صدرنا على الاخر ونضغط كتافنا لتحت، نبعد المسافة بين كتافنا ودنينا، نظرنا لفوق، نحاول نضلنا نتنفس. ممتاز، ناخذ ايدينا من اليمين للشمال، اخر اربعة هون، ثلاثة، اثنين، واخر واحدة. ممتاز، ريحوا اجريكم شوي. رح ناخذ آخر نفس لجوا، ناخذ نفس كبير لجوا ونرجع نطلع لبرا. ممتاز، هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا اليوم واستفدتوا ولعبتوا معنا. بنشوفكم بكرة مع فقرة رياضية جديدة. باي باي، يعطيكم العافية.